هلا يا ابو بدر. يا مرحبا باستاذي الغالي ابو سيف، يلا حيه. تو ما شرفتنا وشرفت برنامج استديو المهرجان، وانت استاذ في كل شيء ابو سيف، في الاخلاق، في المرجله، في الاعلام، في كل شيء. تعلمت منك الكثير طوال 10 سنوات يا ابو سيف، وانت استاذي في المقام الاول. والله يا ابو سيف شرفتني اليوم على المستوى الشخصي، الله يطول عمرك يا حلا. البرنامج على موج السريع، هذا برنامج استديو المهرجان، يبث على قناة الساحة يوميا من الساعة 7 مساء. فيه فقرة الراحلون عن الناس اللي كانوا معنا مشاركين في مرقيبة توفوا، هذه فقرة وفاء. كذلك فقرة إنجازات تتكلم عن الناس اللي لهم إنجازات في مهرجان الملك عبد العزيز من أيام مرقيبة إلى يومنا هذا. كذلك فقرة عشان ياقك، هذه جائزة يومية في سوق الإبل، أسئلة شعبية، اللي يفوز ياخذ جائزته 10 أكياس يومي. كذلك في فقرة سنابكم، هذه سناب مع الجمهور طبعا، اللي يشوف البرنامج يرسل على رقم واتساب، يرسلنا أسئلة للضيوف، أسئلة ترشيح للمشاركين، أي ملاحظة لها في البرنامج راح تعرض إن شاء الله في خلال حلقتنا يا أبو سيف. برنامج مباشر ولا مسجل؟ نعم، مباشر من الساعة 7 مساء للساعة 8 يوميا على قناة الساحة. نعم، أنا المقدم الرسمي، الله يحق للبرنامج. عمرك سنين الساحة، جعل عمرك سنين يا ابو سيف، هذا اعتز فيها وانت استاذي يا ابو سيف. واقول هذه امام الله سبحانه وتعالى وامام الجمهور، ان اول من علمني على مسك الميكروفون هو مبارك سيف، ثم حجاب بن طايع الله يذكرهم بالخير ويطول في عمرك يا ابو سيف. شرفتوني على المستوى الشخصي يا ابو سيف، شكرا لك، طول عمرك.